الملك أعلن عن افتتاح السنة القضائية الجديدة برسم سنة 2023. حصيلة العمل القضائي ليلة السنة المنصرمة وتحدد مؤشرات إيجابية إلى أن اللجوء إلى مصدر التحقيق سيساعد بشكل ملحوظ في تقليص عدد وتقليل الاحتياطيين عن طريق تفعيل في إطار جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة السناف بالقنيطرة. بإذن مولوي سامي أعطى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقد انطلاق افتتاح السنة القضائية برسم السنة الجارية بتاريخ 6 فبراير 2023 وسيرا على هديه احتضنت القاعة الكبرى بمحكمة السناف بالقنيطرة صبيحة يومه الخميس 9 فبراير 2023 الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية. حضرها ممثلي مجلس أعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، السادة عمال أقاليم القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان والسلطات العسكرية والأمنية، السيد نقيب هيئة المحامين بين القنيطرة والسادة أعضاء مجلس الهيئة، السيدات والسادة المستشارين، السادة ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة وأطر وموظفي كتاب الضبط ومختلف مساعدي القضاء من عدول وموثقين ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة ونساخ وممثل عن المجلس الجهوي لحقوق الإنسان ومدير السجن المركزي والمحلي بالقنيطرة. هذه الجلسة التي تنعقد وفق استمرار التقاليد القضائية بالمملكة هي مناسبة لاستعراض حصيلة نشاط السنة الفارطة بالدائرة القضائية بما فيها من مؤشرات إيجابية وما تم رصده من ملاحظات، وذلك استلهاما من توجيهات السيد الرئيس النيابة العامة وتفعيلا للدوريات الصادرة بهذا الخصوص. على كل مستويات أشغال النيابة العامة في إطار خريطة طريق لعمل قضائي رصين في هذا الموعد، موعد دائبنا على تنظيمه وأسرة القضاء وأسرة العدالة كفرصة لانفتاح المحكمة على محيطها للتعريف بالمجهودات الممدولة من طرف المنتسبين لها وإبراز ما ميز السنة القضائية الماضية. كما قلت لا تفوتني الفرصة إلا أن أؤكد لكم أنه تم تقديم حصيلة النشاط القضائي على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية بالأرقام واستعراض مختلف الإحصائيات وأهم الخطوط العريضة التي اتسمت بها لبلوغ النجاعة القضائية. الهدف منها تقديم خدمات قضائية مثلى للمتقاضين واستشراف مكامن القصور على قلتها بهدف تجويد عمل النيابة العامة وفق رؤية متبصرة هدفها الأسماء، جعل القضاء في خدمة المواطن ونيابة عامة مواطنة تحسن الإصغاء والإنصات للمرتفقين وتسمع لكل وتنصت لكل تظلمتهم. هذه المناسبة عرفت توشيح أحد القضاة ومجموعة من موظفي أطر كتاب الضبط المحالين على التقاعد بأوسمة ملكية أنعم عليهم بها صاحب الجلالة
الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2022. ما أريد أن أكد عليه في النهاية أن ما توصلنا إليه من نتائج من موسى لم يكن ليتحقق لولا أجواء الانسجام مع مؤسسة السيد الرئيس الأول ومع مختلف المتدخلين في مجال العدالة حتى نكون جميعا عند حسن ظن سيدنا المنصور بالله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 38 سنة و 8 شهور خدمت في مركز القاضي المقيم ببرد الثلج والبرد، وكنت كنسير الصندوق والتنفيذ العقاري والمدني وكل شيء، وانتقلت للقنيطرة واشتغلت 17 عام ما يزيد في النيابة العامة ديال المحكمة ديال القنيطرة. تنشكر سيدنا محمد السادس يد الله النصر والتكريم، وأيده وعاود له أبنائه وجميع الأسرة العلوية الشريفة، وكنشكر السلطة القضائية الحاضرة وعلى رأسها رئيس المجلس العالي للقضاء محمد السادس نصره الله وحفظه، وكنشكر السادة القضاة الحاضرين والمستشارين والمسؤولين ورؤساء المصالح وجميع الحاضرين والموظفين، وكنطلب من ربي سبحانه وتعالى نهض البلد الطيب يستحق الأفضل والجميل، وكنطلب من ربي أن لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد. وآخر كلمة، وأنقل أعماله فسر الله ورسوله والمؤمنين أعمالكم ورزق الله العظيم. باسم جلالة الملك أرفع ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.